أيها الأحبة، مساءاتنا دائما تتزين بإنجازات أبناء عمان. هنا إنجاز في المجال الطبي عالميا، تم اختيار الدكتور خالد الرصادي ليكون أمينا عاما للرابطة العالمية لتصلب الشرايين. الرابطة تضم 76 رابطة تأسيسية في 57 دولة حول العالم وأكثر من 40,000 طبيب حول العالم. تفاصيل مختلفة برفقة ضيفنا وهو صاحب هذا الإنجاز، رئيس الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين، مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير دكتور خالد بن حميد الرصادي. مساء النور أستاذة بيان. نبارك لكم هذا الإنجاز، أيضا يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لأول مرة يتم اختيار نقول يعني عربي وعماني ليكون أمين عام لهذه الرابطة العالمية. نحن قبل ما ندخل في تفاصيل هذا التكليف نتحدث عن الرابطة العالمية بشكل واسع للمشاهد الكريم. جزاكم الله الخير على الاستضافة. طبعا أشكر الله على هذا الترشيح، وطبعا مثل ما تفضلتي الأستاذ بيان أن هذا يعتبر فخر لنا، يعني لأن أول من يتم ترشيحه على المستوى المحلي والإقليمي. وطبعا هذا يأتي لدور الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين، خاصة في مجال تطوير البحوث الطبية والتدريبية والتعليمية في هذا المجال. على أي أساس يتم اختيار أيضا الأمين العام لهذه الرابطة العالمية دكتور؟ ما هي المعايير المفاضلة أيضا بين شخص وآخر؟ أيوة. طبعا هي دائما تكون بسبب أدوار الروابط وممثليها طبعا في طبعا دعم أنشطة الرابطة العالمية، فمثلا من جانب التدريب، من جانب التعليم، ومن جانب البحوث. فالحمد لله مثلا أذكر على أن قبل على يكون انضمامنا للرابطة العالمية، احنا طبعا الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين تأسست في عام 2012 تحت مظلة الجمعية الطبية العمانية، وتضم طبعا علماء وأطباء من مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية من السلطنة، وطبعا لها دور كبير في تطوير البرامج سواء التعليمية أو التدريبية أو البحثية لعلاج وكذلك تشخيصات أمراض القلب والشرايين ومسبباتها، وخاصة أمراض الكوليسترول. وكذلك نفس الشيء زيادة الوعي عند المجتمع عن هذه الأمراض وكيفية نفس الشيء تشخيصها وكيفية علاجها. فأتى هذا الدور طبعا البرامج التي قمنا بها واستحدثناها سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي كانت يعني برامج مهمة جدا، فلذلك ساعدت طبعا على إبراز دور السلطنة في هذا المجال. ممتاز. يعني اليوم وجودكم كأمين عام للرابطة العالمية دكتور، كيف سيدعم الجانب البحثي في السلطنة، استقطاب الخبرات أيضا العالمية وتبادل الخبرات العمانية إلى الخارج؟ نعم، هو الحمد لله رب العالمين منذ انضمام الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين للرابطة العالمية في عام 2013 كانت هناك برامج تدريبية طبعا قمنا بتدريب تقريبا أكثر من 200 طبيب على مستوى الشرق الأوسط، أطباء هم حديث التخرج من الطب معنيين بعلاج أمراض القلب والشرايين أو المسبباتها. فالحمد لله ساعد طبعا مثل هذا البرنامج الذي كان بدينا فيه من عام 2015 وكملنا إلى 2020، توقفنا بسبب بس الجائحة، ساعد في تخريج أكثر من 200 طبيب من الشرق الأوسط. معظم هؤلاء الأطباء رجعوا إلى طبعا بلدانهم وساعدوا في تشكيل مثل شبكات لعيادات أمراض الدهون وتصلب الشرايين.
فكان هناك اكتشاف حالات طبعا لم تكتشف من قبل، خاصة اللي هي الأمراض الجينية لفرط كوليسترول الدم الوراثي. وكذلك نقوم طبعا مع الرابطة العالمية بإنشاء برامج نفس الشيء تعنى بتدريب الأطباء الأطفال في هذا المجال، لأن طبعا خاصة الأمراض الوراثية لارتفاع فرط الكوليسترول الوراثي أو تصلب الشرايين كذلك يعني بهذه الفئة. الحمد لله طبعا من ضمن أنشطة الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين في هذا المجال استطعنا أن نستقطب المؤتمر العالمي لتصلب الشرايين في عام 2024 إن شاء الله بيكون على أرض السلطنة. طبعا كانت هناك تحدي يعني في عرض ملف السلطنة، كانت في عدة دول طبعا سواء إقليمية أو حتى عالمية شاركت في إبداء مثل هذه الملفات، لكن الحمد لله استطعنا بحمد الله أن نستضيفه في عام 2024. سيستقطب إن شاء الله أكثر تقريبا من 3000 عالم وطبيب، ونأمل إن شاء الله طبعا هذا سيرفد مجال السياحة الصحية في السلطنة وكذلك تبادل الخبرات بإذن الله. نعم، حصولكم وفوز ملف السلطنة في استضافة هذا الحدث العالمي ماذا يمثل لكم دكتور؟ يمثل طبعا لنا إنجاز كبير الحمد لله رب العالمين على طبعا على مستوى السلطنة، والحمد لله رب العالمين يعني معظم الأعضاء الرابطة معظمهم من العمانيين، فلذلك طبعا هذا الشيء نفتخر به يعني. جميل. فاستضافتنا لمثل هذا يعني مثل هذا المؤتمرات طبعا سيكون لها إن شاء الله عائد كبير من الناحية العلمية والمالية إن شاء الله. نعم، ذكرت في حديثك أنه اليوم يفوز عضو بهذا المنصب أو هذا التكليف نتيجة أدواره التي قدمها على المستوى المحلي والإقليمي. دكتور، نتعرف على مسيرتك أيضا، أبرز البحوث التي اشتغلت عليها في مجال تصلب الشرايين. نعم، طبعا الحمد لله من ضمن البحوث التي أجريناها كان على مستوى دول الخليج العربي، كان دراسة مسح لفرط الكوليسترول الدم الوراثي. فطبعا مثل هذه الدراسات كثير نرى فيها من الغرب، لكن لما نجي على مستوى سواء الشرق الأوسط أو دول الخليج عدد الحالات غير معروفة، وطبعا هذه تعتبر من الحالات النادرة في الـ في الـ في الـ فقمنا بهذا المسح تقريبا لأكثر من 4000 شخص في دول الخليج، واكتشفنا أن المرض هذا الجيني منتشر، يعني يصيب واحد في كل 112 تقريبا شخص. فلذلك الحمد لله تم نشر مثل هذه الأبحاث في مجلة علمية راقية جدا، وطبعا هذا سيساعد على فتح مجال كبير للأبحاث القادمة بإذن الله. إضافة إلى هذا البحث. إضافة إلى هذا البحث طبعا الحمد لله نحن كنت من الرائدين في تقديم هذا البحث. وكذلك في طبعا معظم الحمد لله البحوث الجينية التي تمت في هذا البحث كانت خاصة من السلطنة، كانت على أرض السلطنة الحمد لله. نعم، ذكرت في حديثكم أن الجمعية العمانية للدهون وتصلب الشرايين تعنى أيضا بصناعة الوعي وتعزيز الوعي لدى المجتمع، إلى أي مدى اليوم تشعر أن هناك بالفعل في وعي بالنسبة للمجتمع في هذا المجال؟ نعم، أولا طبعا لا بد أن أشيد الحمد لله بدور وزارة الصحة الرائد طبعا دائما في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وكذلك نفس الشيء الإرشادات دائما التوعوية الموجودة. فنعرف جيدا طبعا أن أمراض القلب والشرايين وارتفاع الكوليسترول هي أحد المسببات للأمراض المزمنة غير المعدية، والحمد لله وزارة الصحة قامت بعمل خطة وطنية لمكافحة مثل هذه الأمراض. فطبعا يأتي دورنا كرابطة
مساندة للدور الذي الرائد طبعا الذي تقوم به وزارة الصحة في هذا المجال، من حيث طبعا إقامة الورشات التعليمية، إقامة البحوث التي تكشف مدى انتشار مثل هذه الأمراض، الطرق مثلا الحديثة مثل استخدام مثلا التكنولوجيا الحديثة مثلا المتطورة سواء للاستقصاء أو حتى للعلاج بإذن الله. نعم، نحن نشكر وجودكم وكل التوفيق لكم، فخورون دائما أيضا بهذه الكفاءات العمانية في المجال الطبي. دكتور خالد بن حميد الرصادي، رئيس الرابطة العمانية للدهون وتصلب الشرايين، مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا على الاستضافة. الله يخليك. نتواصل معكم أيها الأحبة في آخر محطة من أمسية الليلة من برنامجكم العمان بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.